بنكفي كمان مع الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هلا في عندي او، قبل شوي حكينا عن دونت وكي، نكلا عن او. هلا او انت بختار او، انا الضمير الوسطي معناته حيث. اذا كان في عندي فاعل بعد الفراغ زائد واحد دول الافعال، اب بي تي، سكن باس سي مضى، او مرة قال لي ذهب، وهيك تصريف، وجو فيتي فا ايل فان وزالون وزالي الى اخره، بارتير غادرة، نيت خريدة، وتصريفه هيك ني غالبا بكون شاذ، فيف عاشا، جوفي تي في ايل في مع تي احيانا، ريتروفي اوجدا، غانجي مسقة او لتا. بس شفنا نحن فاعل بعد الفراغ، هدول الافعال شو باخذ معهم دغري؟ بختار معهم بعد الفراغ او. ممكن انا اقول انه فاعل زائد دول الافعال، وفيني كمان اقول فاعل فاعل بعد الفراغ، اهم شيء وين؟ بعد الفراغ. أو إذا بدكم اسم مكان قبل الفراغ، كيف يعني اسم مكان؟ مثلا لا ميزون منزل، لا فيل مدينة، لو فيلا شقري إلى آخره. هلا ما كنا نحن حافظين أفعال مكان، هيك أسهل وهيك أفضل. يعني خلص نحن شفنا فاعل، هدول الأفعال شو باخذ مباشرة معهم؟ دغري باخذ معهم، يعني بس لازم أنا أحفظ هدول الأفعال فقط مع الفاعل، لأنه بس إنه ما الفاعل بدي أرجع أنا على الحالة الأولى اللي هي شو؟ كي ما الفاعل، كي آخر شيء أنا على حضرتك الأمثلة الامتحانية، ونشوف كيف بيجي السؤال وشو طريقته وشلون بنحله، وبنحل كذا مثال عليه بحيث نحن نستفيد اكثر ان شاء الله. شوفوا المثال هون عندي، لا ميزون، فراغ، شايفين اسم مكان لا ميزون معناتها منزل، فراغ، il habite loin du centre ville. طب انا ما راح حافظ اسم مكان، بس انا شوفوا شو عندي هون. عندي بعد الفراغ اول شيء فاعل، معناتها شو عملت اول شيء؟ هي الخيارات بحذف كي. ليش؟ لانه كي لازم يكون في عندي انا، لا يوجد فاعل، في فاعل استبعدت انا الكي. دون لازم يكون في عندي حالات دون، انه بارلي ديسكيتي او مثلا ايتر، ما عندي، استبعدت الدون. شو في عندي انا؟ في عندي ايل وابيت. ابيت يسكن، هو يسكن، فشوفوا هون عندي ابيت نفسه هذا الفعل، نفس الشكل تقريبا، ابيت يسكن، فشو بختار معه؟ اجباري وفاعل، وفاعل وفعل، هدول افعال المكان. شو راح اختار معها؟ اختار معها او. تمام، شايفين كيف؟ il habite où. سمعت جملة maison، المنزل، حيث هو يسكن، est loin du centre-ville، هو بعيد عن مركز المدينة. طيب هاي هي، وما تركون شغلتين، فاعل والشغلة الثانية، هدول الأفعال. بنتقل للشغلة بعدها أربعة، هي كو. أنت بختاركو، بختاركو بهي الحالات. الكو هي باقي الحالات. كيف يعني باقي الحالات؟ هي أسهل شيء. أول شغلة، إذا كان عندي لا يوجد فاعل بعد فراغ، أنا في عندي فاعل، يعني استبعدت أن الكي هي أول شغلة. والشغلة الثانية، ما في عندي حالة دونت، ما في بارلي، ما في ديسكيتي، ما في مثلا دولالي أو مول مامي. الشغلة الثانية، ما في اسم مكان قبل الفراغ، وليس بعد فراغ، ما في اسم مكان قبل الفراغ، يعني ما عندي هدول الأفعال، فأنا شو باخذ معكو؟ يعني هي باقي الحلقات. تعالوا نشوف، أول شيء عندي جولي، جولي لو رومان، فراغ تي ما اشتي. طيب هلا عندي كي، فيني اختار كي؟ ما فيني اختار كي، ليش؟ جاي بعد الفراغ، شوفي عندي فاعل، فحذفنا كي. الشغلة الثانية دون، ما في عندي افعال دون، بحذف دون. و في عندي اسم مكان ولا في عندي افعال؟ طب شاني غومان؟ غومان يعني رواية، يعني مو اسم مكان، ولا في عندي شيء من افعال المكان، هي الشيء الاساسي، هدول الافعال ما في عندي، معناتها شو؟ تمام، بدي استبعد الاو. معناتها شو بدي اختار اجباري؟ مع باقي الحالات باخذكو، يعني في فاعل، شايفين؟ ما في حالات دونت ولا في اسم مكان، فشو اخترت اجباري؟ اخترت انا معها كو. كمان الشيء الثاني بدي احكي عنه، هون في عندي انا امثله امتحانيه ليبغو نمبر تي، حكينا قبل شوي عن الكي والدونت والاو والكو، كيف وحده استخداماته. هلا طبعاً هدول الامثله الامتحانيه، هي الامثله على نمط الامتحان، ان كان هو مثل ما حكينا الدرس الوحده الخامسه بالقديم الضمائر الوسطيه، ولا ان كان هو بالقديم، بيكون سؤال اختياري نفس هي الطريقه، انه حتى القديم في عندهم سؤال ثاني وسؤال كتاب رح احكي عنه في فيديو قدام شوي، بس الحديث بيجي بهي الطريقه. هذا اسمه لبغو نمبراتيف سامبل، طبعا هذا اسمه نمبراتيف سامبل. تمام، رح طبق عليهم كيف نحن حكينا. اول شغله في عندي لا لسيف، لا لسيف سو تروف دان لو جاردان. هلا
الأول شغلة في عندي كي دونت أوكو. هلأ بعد الفراغ شو عندي هون؟ أول شي عندي بعد الفراغ زوجة فاعل، فشو باخد؟ باخد أول شغلة كي، بس ما عندي فاعل شو باخد؟ ما حكينا أول شي بالفيديو اللي قبل إنه ما في عندي فاعل، شو باخد؟ باخد معها كي. هي واحد. تمام، المثال الثاني يعني هون عم يقول بالمثال لا الوسيل الغسيل الذي يوجد في الحديقة هو إي بروبر، نظيف. طب مثال ثاني سي مون أمي شو parler او جو بارل. هلا هون في عندي كمان كي دونت او، تعالوا نشوف في عندي فاعل، اول شغله فاعل، فمعناتها شو بعمل؟ اول شغله بستبعد كي. طيب وبعدين شو عندي بعد الفراغ؟ في عندي بعد الفراغ بارلي، فشو بختار اجباري؟ بختار اجباري دون. تمام، الشغله الثالثه، الخيار الثالث او المثال الثالث عندي سي لاندوغوا، سي لاندوغوا فراغ جي باسي. وشو عندي؟ اول شيء في فاعل فاستبعدنا كي. طيب في حالة دون في عندي بارلي ديسكريتي، ما عندي افعال دون، فاستبعدنا كمان دون. بعد الفراغ شو في عندي؟ بعد الفراغ في عندي فاعل وعندي باسي، هذا حكي من افعال المكان او اسم مكان قبل الفراغ. شو يعني هون؟ عندي اسم مكان اندوغوا الامكنه، سي سون لاندوغوا، انها الامكنه، حيث جي باسي مون انفاس، خذته فيها طفولتي. فهون شو بدي اخذ؟ اسم مكان قبل الفراغ مع فاعل، او مثلا في عندي اسم ضمير شخصي او فاعل مع باسي، فشو باخذ معها؟ باخذ معها او. طيب مثال الرابع، مثال عندي لون فراغ تي فوا اي لو بير دو نادي. طيب هون شو عندي؟ انا عندي بعد الفراغ شو في فاعل. طيب معناتها اول شغله شو حساوي؟ اول شغله رح بستبعد انا كي، استبعدت اول شغله كي. شغله ثانيه دون، في عندي انا شيء افعال دون، ما في عندي باغلي ديسكيتي، ما في عندي افعال دون اللي حكيت عنه قبل شوي، فانا كمان استبعد دون. طيب في عندي اسم مكان لا، شو يعني لون؟ لون معناتها رجل او الرجل. تمام، هي معنات لون. بعد فراغ في فاعل، ما في اسم مكان قبل، ما في افعال استبعدته، فكمان استبعدته. معناته شو بدي اروح على اخر حاله؟ في فاعل، ما في اسم مكان، ما في افعال دون او حالات دون، فشو بدي اخذ باقي الحالات؟ يعني بختار معها. طيب تعال نشوف اخر مثال. جو تو بريزون مون امي بيير بارل فرانسي. طيب اول شغله تعال نشوف كي دونت او كو. بعد فراغ شو في عندي؟ في بارلي. طيب هي بارلي كانت افعال دون، بس لحظه شو بشوفوا شلون ما في عندي فاعل. طيب هون ما في عندي فاعل وعندي بارلي، طيب ما بيهمني ليش، انا بس تعادل الحالات بمشي بهذا الترتيب كي دون او كو. هلا هون في عندي بارلي بس ما في فاعل، معناته شو بدي اخذ اجباري؟ اول حاله بدي اختار كي لانه لا يوجد فاعل. تمام، معناته ما حكينا هذول الضمائر الوسطية وهيك طريقتهم. اول شيء اخترنا كي، ما في عندي فاعل، دالو سي سو تروف دالو جاردان، ما في فاعل. الثاني اخترنا دون لانه في عندي فاعل زائد بارلي. الشغله الثانيه في عندي اسم مكان او وبعد الفاعل، او في عندي باسي وفاعل فاخترنا او. اخر وحده باقي الحال فاخترنا كو. هون في عندكم مد فاعل شو ما كان دغري باخذ كي. تمام، هذول هن الضمائر الوصليه وهي طريقتهم. هي الضمائر الوصليه السامب اللي هي البسيطه. طبعا لقدام شو بدي احكي انا على ليبغون وغاتيف كومبوزي ضمائر وصليه، بركي بكون بالفيديو اللي بعده. طبعا هذا الكلام كلياته من الاوراق الذهبيه. تمام، طبعا هذا الاوراق الذهبيه مشروح فيها كل هذا الدرس. حنشوف نحن هون الملخص الكامل. اول شيء عندي هذا بغنوغراتيف دوسيي 5، سؤال خيارات اهم شيء. واحد بنختار كي اذا في عندي لا يوجد فاعل بعد الفراغ ابدا، فشو بختار مع ساعتها انا كي. الحاله الثانيه بعد الفراغ يوجد فاعل مع بارلي سوفيان، هي سوفونير parler profiter besoin revenir، او بكون هذا بعد الفراغ. او مثلا نختار ملاحظه، نختار دون مع لولا لي بعد الفراغ مباشره، هن اللي حكينا عنهم اسم. او عندي هلا الشغله الثالثه او امتى يوجد فاعل بعد الفراغ، طبعا الفاعل مع اسم مكان او الافعال اللي حكيت عنها قبل شوي. كو ان باقي الحالات في عندي فاعل، لا يوجد اسم مكان، لا يوجد حالات دونت بعد الفراغ. تمام، نفس الشرح هون. طبعا في عندي امثله محلوله لحتى تطروا عليها اكثر، لانه كل ما حلينا امثله امتحانيه كل ما وصلنا نحن افضل واحسن دراستنا وبدراسه الماده وبفهم القاعده اكثر. قدام شوي انا ملخص القاعده كمان.
طريقة بتساعدكم كمان أكثر. هون حكيت عندي إنه أنا مثل ما حكينا أول شيء ثمين خيارات هذا السؤال. إذا لم أجد فاعل بعد فراغ يعني ما في فاعل ضمير أو اسم دغري دي اختار شو كي ما صور فراغ أب بيت ما في فاعل فشو أخذت معها كي. طيب يعني هذا ملخص للشيء اللي أنا حكيته كله بختام هذا الدرس. ملاحظة هامة في بقية الخيارات أو كودونت لازم يكون في عندكم فاعل موجود. هلا فاعل موجود إيتر وإيتر وصفة أو يعني فاعل موجود زائد إيتر هي حالة كمان فاعل زائد باغلي ديسكوتي إلى آخره فبختار مع شو أنا بختار معها دون. شايفين لا في فتاة دون جو باغلي في باغلي أنا بغم يكون يا بالأسود هون كمان في عندكم هون إيتر جو سوي فيير مثل المثال طرحته قبل شوي بال فيديو اللي قبل. فعل موجود هدول افعال او حكينا هدول افعال افعال مكان او اسم مكان قبل فشو باخذ معها او شايفين كيف لا ميزون ابيت في فاعل اخر حال فعل موجود. هلا فيكم تقولوا هدول افعال او فيكم تقولوا باقي الافعال كلها بس في فاعل شو باخذ معها انكو وهيك بيكون مثل عندكم هيك مثال انترنت الون مويان دوكمنيكاسيون. بيهمني انا بعد الفراغ فاعل مع باقي الحالات ما في لا باغلي لا اسم مكان قبل وفي فاعل فدغري اجباري بدي اختار معها كو. تمام هذا هو البغنوم غلاتيف اللي كان معنا اليوم. ان شاء الله المرة الجاية حيكون درسنا عن البغنوم غلاتيف كومبوزي المركب. المعنى المركبة هي لوكي لاكي ليكي.